السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم على حديث الموضوع أو الحديث المكذوب. حديث الموضوع أو الحديث المكذوب يعني واحد بيقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال حاجة وهو ما قالهاش. طيب حكم الشخص ده إيه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول في حديث متواتر أي رواه عدد كبير من الصحابة، يعني في ناس بيقولوا وصل لسبعين واحد من الصحابة، من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. تمام، واللي يروي حديث وينسبه للرسول صلى الله عليه وسلم وعارف إن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالهوش، يعني مش هو اللي كذب بس سمعه وعارف ان الرسول صلى الله عليه وسلم قالوش ومع ذلك بيقوله لان هو ليه فايده او ليه مصلحه في كده، تمام، فهو احد الكذابين. تمام، واللي بيكذب ده حاجه كبيره، فما بالك ان انت تكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني بتحلل حرام وتحرم حلال، فالموضوع مش سهل، يعني الموضوع مش عادي. تمام، طيب الحديث المكذوب او الموضوع لا يعمل به كانه لا شيء. تمام، يعني في ناس بيقول لك تشتغل بالحديث الصحيح بس، وفي ناس تقول لك الحديث صحيح والحديث حسن، في بعض الناس يقول لك ايه الحاجات الضعيفه لو بتتكلم في اصل من الاصول، يعني حديث ضعيف بيتكلم في بر الوالدين اه ممكن تشتغل بيه. تمام، طيب تعالى نشوف مصادر او ليه الحديث الموضوع. طبعا في اسباب سياسيه، واحد بيقوي حاجه، واحد عايز مصلحه والحاجات دي كلها. طيب لو احنا بصينا على الفيت العراقي بيقول فيها والواضعون بعضهم قد صنع من عندي نفسه وبعضهم وضع كلام بعض الحكماء في المسند ومنه نوع وضعه لم يقصد مثل حديث ثابت من حسنت صلاته لوهلة صارت. طيب يعني هو بيتكلم في ايه؟ بيقول لك ان في ناس صنع هو الحديث، يعني كان قاعد كده وجه في دماغه ان هو يالف حديث فراح مالف حديث. تمام، زي ايه؟ زي ايه؟ في واحد اسمه محمد بن سعيد المصلوب كان ابنه راجع من الحضانه حقيقي وبيعيط، فراح بتعيط ليه يا ابني؟ قال له ده المدرس ضربني. فقال له اضعنا في المدرسين حديثا يخزيهم الى يوم القيامه، حدثني فلان عن فلان عن فلان، جاهز جاهز بالسند مش بيفكر، ان الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول اشر الناس مدرسيكم اقصاهم على اليتيم، وراح مؤلف حديث. تمام، طبعا العلماء المسلمين مش ساكتين، اي حديث موضوع بيمسكوه ويحطوه وعاملين كتب موضوعات وعاملين كتب شغل هائل جدا. تمام، بس للاسف في بعض الناس برضو لسه بتقول الحديث موضوع. في خطيب جمعه كان بيحضر الدرس بتاعه من اللي قال المصنوعه من الاحاديث الموضوعه للامام ابن الجوزي، يعني هو خد لايك ده مكتوب عليه ابن الجوزي، راح قال لك الكتاب ده زي الفل وبدا كل يوم يتكلم على الحديث، ما اعرفش الاحاديث كلها دي ايه موضوعه. تمام، طيب في نوع تاني، واحد عجبه كلام قوي فراح نسبه وقال لك ده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ودي بتحصل كتير. يعني كان في واحد مثلا من علماء الطب كان موجود قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان بيقول المعده بيت الداء، فراح خلوا الكلام ده الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا لا يصح وهذا لا يجوز، وان كان الكلام انسبه لقائله ما تنسبوش لحد تاني. تمام، واكتر واحد اتنسب له كلام كتير سيدنا علي بن ابي طالب، نسب ليه احاديث كتيره جدا لم يقولها بس على اساس الناس بتحبه كتير فنسبوا له كلام كتير. طيب النوع الثالث من الحديث هو نوع ما كانش راجل قصده يكذب، زي في واحد مثابت راجل زاهد وراجل عابد وقائم لليل وقول اللي انت عايزه في العبادة، بس في العلم هو ما كانش متفرغ لحاجة زي كده، فكان داخل فكان في محدث اسمه شريك بيحدث، فبيقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال وسكت، ده اسمه السند، سلسلة الرجال ده اسمه سند، فهو سكت كده. تمام، على ما الناس تكتب السند، هو معودهم كده ان هو يقول السند ويديهم سكوت دقيقتين فيعرفوا ان الدقيقتين دول اللي هو يكتبه وهو ممكن يتكلم في اي حاجه بره الموضوع. تمام، وبعد كده يقول لهم السند ويسكت دقيقتين لحد ما يكتبوه وبعد كده يقول لهم السند وهكذا. فلما دخل وثابت عليه فالشريك اول ما شافه كده لقى وشه منور، فراح قال له ايه؟ من حسنت صلاته بالليل حسن وجهه بالنور. تمام، ثابت ما عرفش الموضوع اللي هو السكوت والحاجات ديت، فخرج على الناس يقول لهم سمعت شريكي يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان ان الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول من حسن صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، والرسول صلى الله عليه وسلم قال الحديث دوت، بس هو كلمه جميله وكلمه ممكن تكون صحيحه بس الرسول صلى الله عليه وسلم قالهاش فبالنسبهاش ليه، والراجل مش متعمد، لا ثابت ولا شريك متعمدين ان هم يكذبوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي اتنشرت والناس بدات تالف لهم اسانيد وحاجات زي كده. مهم جدا ان احنا نميز بين الحديث الصحيح والحديث الضعيف والحديث الحسن والحديث الموضوع، ده بيفرق كتير جدا، فلازم اول ما نشوف حاجه نفرق، لازم نعرف ايه هو الحديث ده ونوعه ايه ونحكم ايه.
مرة كان أحد المشايخ الكبار كان جالي البيت قاعد معايا، فكان جاي له كتاب كده بتاع إحياء علوم الدين للإمام الغزالي. فأنا بقول له آه والله ده كتاب جميل جدا، بس وأحسن حاجة فيه إن هو محقق. قال لي يعني إيه محقق؟ قلت له يعني كل حديث مكتوب تحتيه الحديث صحيح صحيح والحسن وكده، تمام. فالشيخ ده قال لي طب وريني كده، وقلنا له إيه طب تعالى امسك حديث. فمسكنا حديث فكان مكتوب تحت إيه فيه فلان مجهول، فقال لي يبقى حديث صحيح. قلت له يا عم حديث صحيح ايه بس؟ فقال لي اه ما هو مجهول يعني ما قالش ان هو كذاب. قلت له ما مجهول ده يعني راجل وحش، ما هو كان حلو كان قال اسمه. الوحيد اللي وثق المجاهيل كان ابن حبان، قال لك يعني هو مسلم ومحدش قال عنه حاجه وحشه فخلاص. لا بس هو لو كان راجل كويس او الناس عارفه ان هو ثقه وحافظ كان قالوا اسمه، انما معنى ان هو ما يقولش اسمه او يقول اسم ما يتفهمش، يعني يقول لك ايه ابو محمد، مين ابو محمد؟ عندنا مليون واحد اسمه ابو محمد او ابو عبد الله، كل الناس اسمها ابو عبد الله. فهي الفكره كلها ان هو بيدلس او بيلغفن الناس، تمام. ان شاء الله يعني الناس تبدا تهتم بعلم الحديث وتهتم بانها لما تقرا خبر ايا كان تتاكد من مصدره.